هنعمل دلوقتي كوكيز، اللي هي كوكيز اللي بالشوكولاته والنشادر. المقادير اللي معانا: 100 جرام زبده صفراء يعني نص كوبايه، 200 جرام من سكر البودره المنخول، بيضه، معلقه صغيره ممسوحه نشادر، 250 جرام دقيق يوازي كوبايتين، 25 ملي لبن يوازي تقريبا 8 كوباية، معلقة كبيرة نشا، رشة ملح، معانا كمان نص معلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر، و50 جرام كاكاو خام منخول. وللي حابب تشوكلت شيب كوكي، هنحط على الزبدة السكر البودرة وهنضربه كريمي. خلاص هنحط بعد كده معاها النشادر، رشة الملح، حط بقى الدقيق بالبيكنج باودر، طيب اهو ده جاهز معايا، هدخله الفرن على 180 وما بياخدش كتير، بياخد حوالي 10 دقايق.